تحياتي الجميع، سلامات. الفيديو اللي بدي أحكي عنه هلأ أنا بصراحة يمكن هو بيحكى بكلمتين، ولكن أنا حبيت بصراحة أعمل هذا الفيديو لحتى هيك فش قلبي فيه بصراحة بعد حالي الأخيرة اللي شفتها، واللي هي حالي مش فريدة. حبيت أنا أحكيها بشكلي وبصورتي، بركي بقدر بوصل لناس أكثر، وبتمنى تساعدوني أوصل لناس أكثر. مين هدول الناس؟ الناس القادمين الجدد لهي البلد، بالذات الأهالي اللي في عندهم أطفال مراهقين أو شباب مراهقين بلغوا للتو السن القانوني، وهاي المرحلة العمرية فيها التحديات الأكبر، والتحدي بيكون مضاعف وإضافي عندما تكون هذه العائلة من خلفية مهاجرة لا زالت تتلمس طريقة في هذا البلد اللي هو هولندا. الحالة اللي بدي أحكي عنها من محيطي بسبب شغلي طبعا، شاب رح أحكيها هيك يعني باختصار، تم استخدامه لبيع المخدرات. شاب صغير 18 سنة حابب يجرب من كل شيء، أهله بسبب هم يعني يتلقون مساعدة اجتماعية، هم من خلفية لاجئة طبعا، هم مش قادرين يأمنوا له كل شيء. شاب حابب يشتري سكوتر، شاب حابب يطلع مشاوير، يتعرف على بنات. للأسف هاي الفئة من الشباب، الفئة العمرية، الفئة المجتمعية، خليني أقول طبقة اللاجئين، الفئة الاقتصادية اللي هي شريحة الناس اللي دخلهم محدود أو قليل، هدول اللي بيكونوا مستهدفين من قبل تجار المخدرات الحقيقيين. ولكن هم بيقولوا إن هدول تجار مخدرات، لا للأسف هدول ضحايا، زي الضحية اللي عم بيكون مدمن على المخدرات بسبب إنه دخل بالشلة الغلط وهو قاصر. فاللي صار للأسف كانت الملاحظات اللي اجتنا من الام كانت متاخره شوي، اضطريت تابعها انا لهي الملاحظات لحتى وصلت انه الولد تم استخدامه في تجاره المخدرات. هلا انا ليش عم بتكلم هذا الكلام؟ عم بتكلم هذا الكلام لحتى لكم التجربه، حتى لكم انا النقاط الحساسه اللي انا اكتشفتها، الاشارات اللي التقطتها لحتى عرفت انه هذا الولد عم بيتم استخدامه، او هذا الشاب بهذه الحاله عمره حوالي 18 صار يستخدم بالتسويق الترويج للمخدرات. في هذه الحالة هيروين بالمناسبة، مش ماريجوانا أو حشيش أو مخدرات خفيفة، لا هيروين كانت هذه الحالة. أول شيء شاب موجود بأسرة ذات دخل محدود بين قوسين، عنده سكوتر ثمنه حوالي 2000 يورو. الشاب ما بيشتغل، الشاب كل نهاره برا البيت، وين بيروح؟ أي نشاط بدك تعمله؟ وين بياكل؟ قال بياكل بالمطاعم. طب الاكل بالمطاعم هذا بده فلوس، قديش بياخذ؟ يعني حتى شخص يكون عم ياخذ مساعدات اجتماعيه بيبقى له من مساعدات الاجتماعيه 300 يورو بالشهر، ما قادر كل يوم ياكل بمطاعم ب 20 يورو 30 يورو، فما بالك يعني مرهق اول طلعته. بلشنا نتحرى الموضوع اكثر. طبعا هناك اشارات للاسف كانوا الاهل غافلين عنها او خايفين يحكوا بالموضوع. خليني اقول لما مثلا الولد كان في عنده ميزان صغير بغرفته، عنده مجموعة من الأكياس النايلون الصغيرة اللي موجودة بغرفته، عنده موبايل نوكيا أبيض وأسود بغرفته. لاحقا اكتشفنا طبعا هذا الموضوع. هاي العوامل كلها تأدت لحتى نوصل لفكرة أنه الولد عم يشتغل بتجارة الهيروين. طبعا الحالة تم التعامل معها، ولكن لما بيكون في إشارات مما قبل ممكن على الأقل تقدر تنقذه للشاب عندك، وأكثر شيء بيكونوا هني ذكور يعني من موضوع الإدمان على الأقل. يعني إذا دخل في التجارة طبعا العقوبات ما بتكون هي عقوبات قاسمة للظاهر، يعني لا بيتم عمل على إصلاحه لهذا الشاب. هلا هون أنا أعطيت هاي القصة هيك باختصار مثال على وضع أصبح مكرر جدا، ولكن لحتى نوصل نحن للعبرة، أنا اللي هون اللي بحب أحكي عنه وبحب أنقله للناس والناس تركز عليه، اللي هو موضوع أول شيء أنت تقدر تكشف الحالة، أنت كأب أنت كأم تقدر تكشف الحالة. كيف؟ هلا شخص بدي يقول كيف؟ هلا انا اعطيتكم مثال الحاله هي فيها ميزان وفي عنده موبايل نوكيا ابيض واسود وغيره، ولكن ممكن تكون اشارات اسهل من هيك. ممكن تكون الاشاره انت لما ابنك عم بيروح بيقضي وقت اكثر برا البيت، عم بيروح بيطلع مع شباب، عم بتلاحظ انه في عنده تكاليف عم تندفع من جهه اخرى. ما تصدق دائما انه بيقول لك انا رفيقي عم يصرف عليك، لا حاول تتحرى على الموضوع. ابنك اشترى سكوتر بياجيو زيب
وبسعره غالي لهذا السكوتر. ما انت بجوز ما بتعرف، لا انت اساله قديش اشتريته، اسال، خليك نيوز خيره، خليك فضولي قديش اشتريته. لما ابنك فجأة بيطلع له اصدقاء مش متوقعين، بالذات اذا كانوا اكبر منه سنا، حاول تتعرف عليهم، تتعرف على اهاليهم. هلا هون في شخص بده يقول طب نحن ما عم نقدر نتكلم مع الاولاد، عم نخاف ما يطفشوا من البيت يروحوا. لما الموضوع بيصعب عليك، وهي اهم نصيحه في الموضوع، اطلب مساعده اجتماعيه، اطلبها من المدرسه اذا كان موجود مدرسه، اطلبها من البلديه، البلديه بترشدك لوين. لا تبقى لوحدك او تبقي لوحدك، بالذات لما بحكي انا عن اباء منفصلين، اكثر شيء بيكون اولاد عايشين مع ابوهم، ابوهم مقضيها بالشغل، او مع امهم، وامهم بتكون ملتهيه بالصغار او الى اخره، ما عم تقدر تسيطر عليها المراهق بالعمر. بنعرف انه هذا الموضوع صعب، ولكن هون في كثير ناس، كثير منظمات وكثير اختصاصيين بتفهموا هاي المشكلة وممكن يساعدوك فيها، ولكن اطلب المساعدة حتى لو كان في عندك شكك بسيط في هذا الموضوع. انا ما قدران، يعني في شخص قال لي يا اخي انا شو بدي احكي مع الولد، بيهرب بيفتح الباب ويروح. لا، انت اطلب مساعدة، خلي الولد اذا اضطر كثير الامر بحطوه بمنظمة، بحطوه بسكن داخلي، بيراقبوه 24 ساعة لحتى رجعوا لجادة الصواب، احسن ما تخسر الولد، الولد يصير مدمن بالاخير. اذا اول شغلة هي حاول تاخذ الاشارات المناسبه، حاول تلتقط هاي الاشارات المناسبه لكي تطلب المساعده المناسبه ولا تكون وحدك. اثنين، بدي احكي عن المرحله اللي بعدها. انت صارت عندك الاشارات، بدك تطلب مساعده، لساتك متشكك، حاول تواجههم. انا بدي اعرف من وين اشتريت هذا السكوتر، انت مع مين عم تطلع، ايمت عم تيجي، ايمت عم بتروح. تواجهت باجابات غير مقنعه، كان في بالموضوع لف ودوران، كان في بالموضوع صوت عالي، طبعا الصوت العالي يخفي كثير من الاحيان الباطل وراءه، اطلب مساعدة، ما تتركوا الموضوع يمشي بهاي الطريقة. انا ليش عم بحكي هذا الموضوع وبرجع بكرر على موضوع اطلب مساعدة، لاني نحن بالثقافة الشرقية او بكثير من الثقافات الشرقية، يعني مش بس العربية لحتى ما نظلمها، حتى شرق اوروبية ايضا في هذا الموضوع، نحن بنحاول نحل المشكلة بشكل داخلي. يعني العائلة لما بيصير مشكلة مع الولد، بيروح بيحكي معه أبوه، ما بيسمع له، بتحكي معه أمه، عمه، خاله، جيران إلى آخره، بنحلها بيناتنا بين بعضنا البعض. اللي عم بيصير هون أصلاً هاي الرابط، هذا المجتمع ما عاد موجود، موجود عائلة عايشة هون بالجزيرة من المختلطة ممكن تكون. وزائد عن هذا الكلام، الأمور بتمشي بالبلد بشكل آخر، يعني هو هذا الولد أصلاً عم بتطلع حواليه ما عم بشوف الامور تمشي الا بهاي الطريقه، لحتى يحكي معه عمه وخاله او غيره، ما عم بشوف رفيقه هيك عم بيصير معه، فهو كيف بده يتقبل منك هذا الموضوع؟ الامور بتمشي بطريقه مختلفه، وحاول تنظر للامور من هذا الاتجاه، دور عليها لهي المساعده. هاي النصيحه الذهبيه اللي بقول وين وين بدي ادور عليها المساعده. في كثير من المنظمات على فكره، ولكن خلي نقطه انطلاقك الأولى تكون مثلا البلدية، إذا أنت ما بتعرف تحكي مع البلدية، أو إذا كان في عندك مرشد اجتماعي من VPN أو غيره، بتحكي معه وتقول له أنا مشكلتي 1 2 3، وما تأخذ برأي شخص واحد، لا خذ برأي أكثر من شخص. 2، موضوع أيضا مهم يا جماعة، حطوا في بالكم أنه ابنك أنت كشخص مهاجر من خلفية أجنبية، من خلفية شرقية أيضا تحديدا، جهلك ممكن انت بقوانين البلد، ايضا ابنك كونه قادم جديد الى البلد، هو البيئة الاكثر خصبة لان يكون مروج مخدرات لهؤلاء التجار. ليش بيتجهوا لهاي الفئة من المراهقين؟ اول شيء بيعرفوا الاوضاع الاقتصادية للمهاجرين. 2، وللأسف هذا الموضوع، اكثر المروجين لتجار المخدرات هم من خلفيات مهاجرة بدون ذكر جنسيات. ثالثا، بيعرفوا تماما انه، ونكون صريحين شوي، انه بيصير في تهاون ايضا من الشرطة لما بيكون الموضوع بيتعلق باطفال مهاجرين، بيقول لك هاي الموضوع بيحصل كتير وبيصير التغاضي عن بعض الحالات، فبيقول لك انه هاي الفئة المستهدفة اللي هي منيحة كتير. اما مثلا ممكن يكون ولد هولندي او اهل هولندي بلاحظوا هالموضوع وبيعرفوه، بخبروا فورا وبيسببوا له مشكلة، فبروح بيتجه لهاي الطبقة من المراهقين. ختاما لهذا الفيديو، المشكلة يا جماعة أنا عم بحكي هلأ، حكيت حادثة، نحن في عنا أيضا هاي مشكلة بطرف آخر، هي بتقول لا 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 أنا ابني عائل ومنيح وما بيساوي هيك. على فكرة أكثر اللي وقعوا بهذا الفخ تبع تجار مخدرات كانوا أهلهم يقولوا عنهم عاقلين ومهذبين وما بيساوي هذا الموضوع. لا تفكر أنه أنت الاستثناء هون.
كل شيء الأهم من هذا الموضوع كون ابنك غلط غلطة لا أو يعني لا يعني أنه بالضرورة هذا هو شخص سيء، زائد أنه ثقافة العقاب لا زالت كثير من الناس بتخاف من الدولة وكأن الدولة سيف مسلط على رقابهم. لا، في كثير من الأحيان بيشتغلوا معك، بالذات إذا أنت طلبت المساعدة أنت بدافع شخصي منك بتصرفوا وبتعاملوا معك على أنك أنت شخص مساعد في القضية كوالد كأب أو كأم، مش أنت كشخص متهم أو ابنك شخص بحاجة للعقاب. ثقافة العقاب موجودة عندما يكون الشخص مسؤول بشكل تام عن تصرفاته ويقوم بهذه التصرفات لدافع شخصي لمصالح شخصية، ينظر له كشخص بحاجة لإصلاح المراهق في هذه الحالة. فما تحاول يعني ما تحاول تخبي الموضوع بحجة أنه أو بقناعتك بأنه أنت هيك بهالحالة عم تحميه، أنت أبدا ما عم تحميه. وبصراحة ومن المهم أنه أنت قد ينظر إليك كشخص مشارك في هذا الخطأ إذا أنت كنت عم تتستر عن هذا الموضوع. حبيت أعمل هذا الفيديو لهذا اليوم أحكيه بهذا الشكل مثل ما قلت لكم الحالة، لأني أنا شفتها صارت وبتتكرر، وللأسف للأسف شوف قدامي شباب بعمر الورد عم ينزلقوا بهذا الطريق، والسبب بكثير من الأوقات ممكن تلافيه وبالدرجة الأولى من قبل الأهل من قبل الأب أو قبل الأم، ولكن الموضوع لسبب أو لآخر لمجموعة الأسباب اللي ذكرتها هي عائق اللغة، هي عدم الثقة بالسلطات، هي عدم مراقبة الأطفال، هي إهمال مقصود وغير مقصود، يعني حتى نكون صريحين يعني هي هاي العوامل كلها مع بعضها ممكن تشكل السبب أو مجموعة أسباب تؤدي بهذا الطفل أو هذا المراهق إلى الانزلاق بمنحدر تجارة بالمخدرات للأسف. بتمنى أكون أفادت بهذا الفيديو الموضوع ما كان فرح كتير، ولكن بتمنى تشيروه لكل حدا قادم جديد، بالذات الناس اللي عم تتلمس طريقة لسه بالبلد يعني باللغة. ولأي سؤال لأي تعليق أنا جاهز، كل جمعة عم نعمل لايف نناقش فيه هاي المواضيع الاجتماعية. أنا مش غرضي أيضا أفتح بس هاي القناة وقول أنت كيف تعمل واحد اثنين وثلاثة، لا، هاي المواضيع الاجتماعية بتهمنا كلياتنا، بالذات لحتى نقدر نحن اللي نساعد بعض لنخطي الخطوة من المجتمعات الشرقية للمجتمعات الغربية. أنا ما بحب كلمة اندماج، أنا بدي لكم نتلمس طريقنا بالمجتمع الجديد، مش الهولندي اللي عمول هيك 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 لحتى كل جبني واحتفل بعيد الملك لحتى تصير هولندي. لا، نحن مع بعضنا الناس اللي عندها تجارب جيدة ناخدها نستنسخها نستفيد منها، والناس اللي عندها تجارب فاشلة نحاول نفكر معهم بطريقة تانية لحتى أنا ما أوقع بهذا الفخ. أنا مش كل شيء بحكيه هو أنا عملته وكان معي بيرفكت، لا، في بعض المواضيع أنا عملتها غلط لأني ما كان في ناس نصحتني أو لأني أنا الغلط ما فيه، بحاول أنا أشرحها للناس حتى مش لحتى ننظر على بعض. لا، جدا مهم أيضا أصحاب التجارب الفاشلة أو الأخطاء نحن أيضا نتعلم منها، يكون عندنا ثقافة التعلم من الخطأ مش ثقافة العيب ولا بقى تعيدها وأنت لازم تتعاقب إذا غلطت. هذا اللي كان عندي لهذا اليوم، حبي وتحياتي لكل الناس اللي عم تتابعنا، لا تنسوا تدعمونا بالشير والسبسكرايب واللايك وتبعتولنا شنجليش وتقرصولنا لبني. سلام.